حفل زواج أخضر من وحي البيئة الخضراء. ريتشارد توريس قرر أن يعقد قرانه على شجرة في إحدى الحدائق العامة في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس بحضور جمع من الأصدقاء والأقارب جلهم من أنصار البيئة. تجمعنا هنا لنساهم في تحقيق الاتحاد بين رجل وشجرة ولنؤكد أن حبنا للطبيعة أبدي لا ينتهي. خوسيه موسكاري، جوليا أموري وريتشارد توريس مجموعة من الممثلين أرادوا بعقد قران رمزي لفت الأنظار إلى مشاكل البيئة وأهمية اتخاذ إجراءات فعالة لحمايتها. نريد أن نستغل هذا الحدث لإرسال رسالة مفادها أننا واعون أكثر لحقيقة أننا نريد إنقاذ أمنا العزيزة الطبيعة. توريس هو ممثل بروفي أكد أن عقد القران هذا يمثل بداية مرحلة هامة في النضال من أجل حماية البيئة. بالتأكيد إنه حدث غير عادي، ليس هذا كل شيء. الفكرة هي استغلال هذا الحدث الطريف للفت الانتباه ولتمكيننا من إرسال كلمات واضحة في هذا السياق. العريس البيروفي عقد العزم بعد هذا الزواج الميمون التوجه إلى كافة بلدان أمريكا اللاتينية والانخراط بشكل كامل في نشاطات حماية البيئة والعمل على ابتكار أساليب جديدة من أجل لفت الأنظار للتحديات التي تواجه البيئة بشكل عام. أليكس أيوب، BBC.